الحمد لله وصلنا لل لا انا قلت ما انا قلت في البدايه ولا الحمد لله اصحابي كلهم عملوا خير خلصنا لا انا طبعا اكيد جزء يعني احب اعمله الخير وقبل ما اقول ان الجزء الثاني هعمل بايه بس انا الخير بتاعي حابب ان هو يكون مختلف شويه انا بحب اعمل خير فور فن يعني ايه يعني مثلا بروح مستشفى ابو الريش مستشفى 57 والكلام ده بروح اعمل لهم العاب سحريه واغني لهم بلوم معايا فرقه يقعدوا يغنوا فبحب ادي لهم مش ادي لهم مجرد مساعدات ماديه ادي لهم مساعدات معنويه وفن اكتر يعني فعايز اعمل فرقه قويه جدا من يكون فيها فنانين اقوياء جدا ويكون عندهم يوم في الشهر الفرقه دي بتلف تعمل استعراض مع الاطفال المرضى وكده كخير بس مش يدوهم فلوس يدوهم حب وفن دي حاجه نفسي اعملها قوي وبجربها بس انت مش محتاج مليار جنيه يعني. انت لا 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 انت عامل يعني لما هو عمل الخير وكده بس هو قلت اجزاء الفرقه دي ده المليار هيقعدنا للصبح ونفسي اعمل فيلم نفسي اعمل بجد فيلم ربنا يخلص صحوتي نفسي اعمل فيلم ميوزيكال مصري وانت البطل بص كلهم كريم فنانة استعراضية فظيعة زيها زي مش اقل من اي واحدة معلش فالوت بتعمل استعراض دي راقصة باليه ولو اتحطت على المسرح او اتحطت في فيلم ميوزيكال هي بتتكلم مع اسر بغنى ورقصه بيرد عليها زي الاعلان ده بفيلم كبير معاهم مجموعة زي العصابة دي وياريت تكون العصابة كمان وانت منتج انت انت وهو غنى في مليونير مليونير والمدفعجيه قاعدين بيقول لي اسر ياسين بيعرف يغني عايزين نعمل اغاني ثانيه معاك كلمه لنا مش ده حصل معاك فهم انا شايف ان احنا نعمل فيلم ميوزيكال في مصر عشان يبقى اقل والله من اي فيلم باللي بينزلوا في فولود يعقدونا دول بس يعني محمود رضا يعني من القليلين اللي عملوا ده في فيلم الكرنك عظيم لو شفتوه طبعا عظيم الله يرحمه عظيم عشان نعمل زي دلوقتي فانا حلمي بصراحه بكليب او فيلم ميوزيكال طويل ده حلمي وشايف ان انا مش هصرف اقل من مليار يعني انت في الجامعه كنت فريق فولكلور طبعا قول لي حاجه فولكلور يا حسن قول لي حاجه فولكلور يا حسن عندنا مثلا اغنيه للحجاله اللي هو البدو بيغنوها والراقصه تحجل عليها خليني اقول الليركس الكلمات وانت تدخل بال تقوليها معايا لا انا هقول كلمات وخلاص هي من التراث البدوي اللي بيقول فيها قلبي يريدك كما لعم يريد الشوف ومحبتك ساكنه بين الحشا وبين الجوف اتفضل اتفضل يا استاذ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتش ما تخليش حاجة تفوتك.